إذا ربنا سبحانه وتعالى مطلع الشمس وبتسألهم بتقول لهم شايفين الشمس؟ بيقول لك لا الدنيا مظلمة. ده تتكلم معاه إيه؟ تقول له إيه؟ لا ما هو ده اللي تقول له ايه، بص الشمس واشراقها، يقول لك ما هتغرب تاني والدنيا هتظلم. ايوه ايه يا عم يعني في ايه؟ هي كده مظلمه معاهم على طول. لا اله الا الله، حاجه غريبه جدا. عافانا الله والله. ال 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 رد الفعل على الفيديوهات دي كان عامل ازاي؟ يعني لما بتيجي مثلا تشوفي اصدقائك وقرايبك في الكويت، بتسافري وبترجعي، في السعوديه، في الامارات، الى اخره، تبقى ردود الافعال عامله ازاي لما حد فيهم من اصدقائك بيشوفك وبيتكلم معاك؟ دايما في ذهول، لأن للأسف دائما حاصرين مصر بالقاهرة. شوف بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا ما بحبش أقول أنا كتير، لكن اللي حاب يصدق يعني يتفضل يشوف القناة ويشوف الفيديوهات اللي فيها. دي في بورسعيد اللي أنا شايفه ده صح؟ دي بورسعيد. أيوة ده من بورسعيد. أيوة حضرتك، بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أول وحدة اتمشيت في الريف المصري ولفت الانتباه إلى أن الريف المصري جزء من السياحة المصرية. واحد. اثنين، أنا أول واحدة زارت العاصمة الإدارية وصورت فيديو حصد 2 مليون مشاهدة. فيديو فندق الماسة. نعم فندق الماسة اللي أنا بكيت فيه. ليه؟ يا فندم أنا الفيديو ده كله ما بتشوفه ببكي لغاية دلوقتي. ليه طيب؟ أنت مصورة حاجات حلوة أوي. مصر ما بتسهل اللي بيحصل لها والله. مصر تعبت والمصريين تعبوا كتير. أنا اللي دخلني تويتر في ثورة يناير 2011 خوفي على البلد دي. أنا في يوم من الأيام راحت بلدي وأنا نايمة على سريري. وأنا نايمة على سريري وربنا نجى. ماشي، وإحنا من المرابطين على أرض الوطن، ما طلعنا. يا رب دايما ماشي ويحفظ الوطن. آمين، يحفظنا ويحفظكم، يحفظ أمة العرب أجمعين، يوحد كلمتهم ويوحد صفهم. آمين يا رب. آمين. لازم يعرفون إن إحنا من غير بعض ما نسوى، لازم نكون إيد واحدة. لازم نتاكل. نرجع إيد واحدة نتاكل لو تفتتنا. إحنا نتاكل. كشعوب ما عندنا مشكلة والله، إحنا بنحب بعض والله. هذا بلدكم نموذج مصغر للأمة العربية. عايش السوداني، عايش السوري، اللبناني عايش، الكويتي عايش، السعودي عايش، العماني عايش. مصر أمة عربية في بلد واحد على الأرض. نموذج ناجح اهو، طب ما نطبق.